شوفي بقى، أنا بعد الفحص البسيط ده أقدر أقول لك إنها عندها بدايات زهايمر. هو مش أجريسيف قوي لكن موجود. يا حبيبتي يا ماما، اهدي بس اهدي، ما تتخضيش، وغلاوتي عندك ما تتخضي، الحكاية لسه في أولها يعني، وإن شاء الله هنقدر نسيطر عليه، وأنا هقول لك على طرق كده هتنفعنا في الموضوع ده. ده طبعا غير الأدوية. بس الحقيقة يعني يا دكتور، أنا حاسة إنها عادية، أو بتنسى شوية بس ما فيهاش حاجة، إذا كنت أنا بنسى. بالظبط كده، كل إنسان معرض للمرض ده أو أي مرض تاني، المهم إزاي نتعامل معاه. دايما مرض الزهايمر بيعاني منه اللي حوالين المريض أكتر من المريض نفسه. بس أنا عايزك يعني تهوني على نفسك، وزي ما أنت قلتي كل الناس بتنسى. أنا عن نفسي بنسى حاجات كتير جدا فوق ما تتخيلي، إلا حاجة واحدة بس. إيه هي يا دكتور؟ عينيك الدبلي. أفندم! اهدي بس، أنت بتنفعلي على طول كده ليه؟ افهميني بس، أنا عشت أغلب حياتي برا مصر، يعني ما عنديش فكرة عن سكة اسمه إيه ده، اللف ودوران، ما أعرفش اللف ودوران اللي في قلبي على لساني على طول. طب بص بقى يا دكتور، أصل أنا سامع عنك من أختك كويس قوي. المهم أنت سامع عني؟ سامع يعني إنك بتكرهي الرجالة وكده؟ لا لا لا، كلمة بتكرهي دي كلمة بسيطة جدا، لو لقيوا كلمة أكبر هتبقى هي الصح. أوكي، من النهاردة بقى هيبقى هدفي في الحياة إني خليك تغيري وجهة نظرك دي. الحقيقة إنك بتأكدها لي دلوقتي، أنا بس عايزة أقول لحضرتك إنك تجاوزت جدا، وميرسي على الزيارة. طيب خلاص، اندهي لي أختي أشجار. هنده لك أختك. طب والله ما أنا سايبك.